وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير أستاذ عيسى، ونرحب بك في نشرة الثامنة. إنجازات تنموية وتحولات ديمقراطية تشهدها المملكة بفضل الدعم المتواصل للمؤسسات الإعلامية ودور النشر والصحافة من لدن جلالة الملك المعظم، كيف تقرؤون هذا الدعم؟ شكرا لكم، مساء الخير أولا وشكرا لكم. بداية أود باسم الأسرة الصحفية البحرينية أن أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم على ما تفضل به من دعم ومساندة لا محدودة للصحافة الوطنية. طبعا هذا الدعم وهذه المساندة كان لهم أبلغ الأثر فيما تشهد الصحافة متطور اليوم في على شتى الأبعاد. وانتظر المناسبة هنأكم شخصيا أنتم في مركز الأخبار، وهنا كافة أفراد الأسرة الصحفية البحرينية بهذا اليوم. الصحافة على الدوام تحظى من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بكل عناية ورعاية، ولها مكانة بالغة الأهمية لدى جلالته، حيث يحرص جلالته في كل عام مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة البحرينية على توجيه رسالة سامية تعكس بجلاء حرص جلالته على الحريات الصحفية وعلى تمكين الصحفيين ممارسة مهامهم بكل يسر وسهولة ودون أي عوائق. حقيقة أن الأسرة الصحفية البحرينية تشعر بكل فخر واعتزاز بهذه المواقف الملكية السامية والمشهودة من الصحافة والصحفيين والذين يستمدون عزمهم وأسرارهم من هذه الكلمات السامية في تأدية رسالته. نتفضل صاحب الجلالة الملك المعظم تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالصحافة البحرينية، هو تقدير ملكي سامي لدور الصحافة والصحفيين والعاملين في ميادين الصحافة والإعلام باعتبارهم شركاء ويقدمون مساهمات متميزة في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها بلادنا. نعم. تحت قيادة جلالته حفظه الله. نعم. الصحافة البحرينية حققت مكاسب كبيرة وعديدة في ظل العهد الزاهر لجلالته، وبفضل طبعا المشروع الإصلاحي والديمقراطي لجلالته أطلق العنان للصحافة لممارسة دورها في فضاء واسع من الحريات والضمانات، والتي أدت بدورها إلى تعدد الصحف وتنوع الأقلام بما يعكس المسيرة العريقة والتاريخية للصحافة البحرينية. أمر آخر وأخير هام جدا ورد في الكلمة السامية لجلالة لهذا العام، وهو ما يتعلق بالمعلومات المضللة وخطابات الكراهية، وهو ما تعاني منه كافة المجتمعات ليس في البحرين فقط وإنما في العالم ككل. انطلاقا من رسالة جلالة هذه بشأن المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، فأني أدعو كافة الصحفيين إلى التوحد في مواجهة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية التي تفتك بكافة المجتمعات. نعم، الأستاذ عيسى الشاجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، نهنئكم بيوم الصحافة البحرينية وشكرا جزيلا لك.